My belief is my shield. إنزو أو قاهر الأشرار هو أكثر الجلادين إثارة للرعب في نفوس أعدائه في ميدان القتال. إنه يسعى دائماً لتحويل كل عملية إعدام يقوم بها إلى قطعة فنية خالدة. إنزو أيضاً خبير يتقن فنون الانقضاض الخاطف وإزهاق أرواح أعدائه. يعتمد إنزو على مهارتيه الأولى والثالثة لاكتساب قدرة كبيرة على الحركة، بينما تتيح له المهارة الثانية السيطرة على ساحة المعركة. يستطيع إنزو بفضل مهاراته الفريدة خداع أعدائه بكل سهولة. الحملة: هجمات إنزو العادية تلحق ضرراً إضافياً بأعدائه. إصابة الأعداء البعيدين عنه يكسب إنزو سرعة الحركة بشكل مؤقت. البتر: يتجه إنزو في اتجاه الهدف بسرعة ويزداد الضرر الناجم عن هجماته. استخدام قدرة الحكم سيسحب الهدف المقيد نحو إنزو قليلاً. الحكم: يشحن إنزو خطافه لفترة قصيرة ثم يرمي به لإلحاق الضرر بالأعداء الذين يصيبهم في مساره. تتسبب هذه المهارة في إضافة تأثير الحكم على أول هدف يصيبه الخطاف في مساره. يمكن لإنزو استخدام هذه المهارة مرة ثانية ليلقي بالعدو الذي يحمل هذا التأثير خلف ظهره، ويكتسب إنزو عند تفعيل هذه المهارة القدرة على التسبب بضرر أكبر، كما تقلل من الضرر الذي يصيبه عند قتال هدف يحمل تأثير الحكم. قطع الرأس: يقفز إنزو خلف أحد الأعداء الذين يحملون تأثير الحكم ويتسبب بضرر للأعداء الذين يصادفهم في طريقه. يقل الضرر الذي يتعرض له إنزو بنسبة 50% أثناء التحرك. التأثير الكامن للمهارة: يكتسب إنزو سرعة هجوم وسرعة حركة إضافيتين عندما يقتل أحد أبطال العدو أو يساعد في قتله. يعتبر إنزو خياراً مثالياً للقتال في المسافات المتوسطة، ويجب أن يكون على بعد آمن من أبطال العدو للاستفادة من الضرر الإضافي الذي توفره مهارته الكامنة. تعد مهارته الثانية بالغة الأهمية، حيث يمكن استخدامها لتحريك الأعداء من مواقعهم وإلحاق ضرر إضافي بهم. لذا يمكن استخدام مهارته الثانية أولاً ومن ثم المهارة الأولى والثالثة. في القتال يمتاز إنزو بقدرته على التحكم بالأعداء من خلال المهارة الثانية، ثم الاستفادة من مواقعهم الجديدة من خلال مهارتيه الأولى والثالثة لإلحاق المزيد من الضرر بالأعداء. كما يستطيع إنزو استغلال التأثير الكامن للمهارة الثالثة لقتل الأعداء بعد المساعدة في قتل غيرهم.